شوف بقى، الحسيني اللي بعتك ليا من يوم ما كان شغال عندي وعارف اني احبش اخد البواقي. اللي بيشتري قماش بياخد التوب من اوله، واللي بيشتري قوطة بياخد من على وش القفص. فهمت؟ فاهم حضرتك. انت اسمك ايه؟ عاطف ربيع. بص يا عاطف يا ربيع، انا ليا نظام في شغلي، تخالفه يبقى ما تلزمنيش خالص. انا هدفع لك 5 جنيه زياده عن سعر السوق في الصوره اللي تعجبني، بس بشرط ما تروحش لحد تاني. الصوره اللي ما تعجبنيش انت حر فيها. نفس طلبات الاستاذ الحسيني. ما هو اتعلم هنا. واضح ان حضرتك مدرسه، انا تحت امرك. يبقى متفقين. بس انا ليا طلب عند حضرتك. قول. اسمي، اسمي كتب تحت كل صوره بصورها. حقك، وانا كنت هعمل كده من نفسي، بس يكون في علمك الشغل معايا حسب شروطي انا. لا مؤاخذه يا استاذه. نعم. الفنانه نهى جلال على التليفون، ودي رابع مره تطلب حضرتك. حوليها، انا عارفه هي عاوزه ايه. حاضر. نهى جلال نجمه الاغراء. هو في نهى جلال غيرها؟ دي عفوا مكسره الدنيا. حبيبة قلبي المتألقة على طول، ازيك يا ناهد؟ أي أخبار حلوة تخصك أنا جاهزة. واخدة على خاطرك مني؟ هو أنا أقدر؟ مش عاجباكي؟ أنا بنشر الصور اللي موجودة عندنا، بعتيلي الصور اللي تعجبك وأنا غرق المجلة بيها. ده أنا أتمنى، ده أنا بوزع بيكي يا نجمة النجوم. مع السلامة يا حبيبة قلبي. هو أنا ينفع صورها؟ لسه بدري عليك، وبعدين دي قبل التصوير بتحتاج شغل كتير، كوافير وماكيور وكم شغلانة تانية. أنا كنت فاكر إنها ممكن صورها تخطيفي كده يعني، على الطبيعة. طبيعة؟ طبيعة دي راح زمانها خلاص. زي ما قلت، حضرتك مدرسة. وأنت بقيت تلميذ فيها، على الله تفلح. إن شاء الله هبقى عند حسن ظن حضرتك. أستأذن. مع السلامة. شاب عاوز يقابل حضرتك. مين الشاب ده وعاوز ايه؟ بيقول ان هو مدير اعمال مدام نهى جلال. خليه يتفضل. صباح الخير يا استاذه. صباح الخير. اتفضل. ماجد شلبي مدير اعمال الفنانه نهى جلال. ايه ده ايه ده، بسم الله ما شاء الله. انا شفت مديرين اعمال لفنانين على كل شكل ولون، وكلهم يشبهوا دسوقي افندي بتاع مسرحيه فؤاد المهندس وشويكار، لكن انت عيني عليك بارده، مثلت ولا لسه؟ لا يا فندم، بصراحه ماليش في التمثيل، انا مدير اعمال وبس. وبس وبس. كنت شغال عند مين قبل ناهد؟ ما كنتش عند حد قبلها. بس انت مش صغير عليها شويه؟ صغير صغير ازاي يعني؟ على فكره انا مش جوزها، أنا مدير أعمال وبس. ما هي كلها أعمال. خير؟ المدام كانت عايزة تيجي تقابل حضرتك بنفسها، لكن زي ما حضرتك عارفة ظهورها في الأماكن العامة ده بيسبب لها مشاكل، وهي بتقول إن الصور بتاعتها اللي المجلة بتنشرها مش قد كده. وإنها غير ما تكمل الكلام ده حقيقي، بس أعمل لها إيه؟ على العموم إحنا لسه مصورينها صور جديدة، واللي مصورها مصور فرنساوي، يا رب تعجبك. نشوف. ايه ده؟ الظاهر انها بعت هديه. هي يا فندم شايفه ان حضرتك تشتري الهديه اللي نفسك فيها. طول عمرها لماحه وذكيه. نشوف الصور بقى. ايوه كده، هي دي الصور. لمسه الخواجه الفرنساوي باينه، والاضاءه 10/10. عاوزاك تهنيها على اختيارها ليك كمدير اعمال. مجلة الناس الشيك، مجلة الصالونات، وبعدين ده شكل تقابل بيه ناس محترمة وعليها القيمة؟ معفن وعرقان وريحتك تقرف. يا مدام أنا كنت في درس تعليم سواقة. سواقة إيه إن شاء الله؟ ليه ناوي تشتغل على تاكسي؟ لا، هيبقى عندي عربية وكمان فيها تكييف، وبعدين أي حد في مكاني كان هيبقى شكله وريحته كده، حتى لو كان حضرتك. أقعد يلا. بقول لك أقعد. أنا سمعت إنك بتبيع بسبوسة بالليل، صح ولا لأ؟ وأنا ببيع مخدرات؟ أنا بساعد أبويا وبصرف على نفسي كمان. كلام الإنشا بتاعك ده تقراه في الجرايد. لازم يبقى عندك هدف واحد تركز فيه. طب وأعيش إزاي؟
دخل شغلانه واحده ما يكفيش واحنا عيله. الصغير بيكبر. وبعدين عاوز اقول لك حاجه، في شغلانه الصحافه دي اللي بيبتدي معلم بيفضل طول عمره معلم، واللي بيبتدي صبي بيعيش صبي، وانت كده صبي مهما كان عندك امكانيات مين في الصحافه، طول عمرك هتفضل في نظر زمايلك بتاع البسبوسه. ما في عظماء كتير كانوا زي وقال مني كمان، مش في مصر دلوقتي ومش في الزمن ده. بص حواليك وتعلم، جوع وانت صغير عشان تشبع وانت كبير، وامشي منفوخ وابويا الباشا وامي اصلها تركي، لان ده سلو بلدك دلوقتي، ومعظم نجوم الصحافه الايام دي بيعملوا كده. انا قلت اللي عندي، تفهم ما تفهمش انت حر. ما تزعلش من كلامي، وافتكر ان السكر لونه ابيض والملح كمان لونه ابيض، بس الاتنين ما بيتحطوش في برطمان واحد، فاهم؟ انا نفذت الكلام اللي حضرتك قلتي عليه بالظبط. الصور اللي عندك دي مش مع حد تاني. انت ازاي دخلت بالتعابين؟ انا تعابين؟ وانا عامل كده ليه؟ ده انا بخاف من السحليه. يبقى الاراجوز اللي كان معاك وبتقول عليه المساعد بتاعك. انت واد غلبان وعايز ياكل عيش. عاطف، انت اللي عملت العمله دي. هو حضرتك شفتيني؟ لا. طب عرفتي منين؟ علشان انت الوحيد اللي في الفرح اللي ولا كان خايف ولا مهتم وعمال تصور. طب ما حضرتك كمان ما كنتيش خايفه؟ عشان عرفت ان في حد عاوز يبوظ الفرح، واكيد التعابين دي سنانها مكسوره ولا يمكن تاذي حد. هما كام تعبان؟ اتنين. عملتها لحساب مين وبكام؟ انت عارف انت لعبت مع مين؟ عارف الرجاله دول والحاله اللي هما كانوا فيها؟ شفت الستات واللي جرالهم؟ عندك فكره عن كميه الالمازات اللي ضاعت وان الستات اتعرت؟ ايه فاكر الموضوع هيعدي كده وخلاص؟ انت كده لعبت في عداد عمرك واستعجلت اجلك. طب وهم هيعرفوني منين؟ ولو عرفوني هيثبتوها عليا ازاي؟ انت اهبل يلا، ابو العروسه راصد مكافاه 50,000 جنيه، يعني المساعد بتاعك انت هو اول واحد هيبلغ عنك لما يعرف. انا واثق في المساعد بتاعي. هو جاب التعبير من ابو رواش تقريبا يا استاذ. يبقى اللي باع له التعبين هو اللي هيرشد عليه. رجب الفرخ ملوش لا اسم ولا عنوان. المساعد بتاعك اسمه الفرخ؟ ايوه، هو مش المساعد بتاعي، هو صاحبي وحبيبي، بس زي ما قلت لحضرتك ملوش عنوان. لكن له شكل، واللي باع له التعبين يعرف يوصفه، ويجيبه البوليس ويجيب رسام ويرسمه. هي وصلت للبوليس؟ والنيابه وامن الدوله، بس كل ده مش مهم. المرعب ابو العروسه. ده راجل مفتري وبيصفي حساباته بنفسه. وده لا يعرف قانون ولا عنده رحمه. انت بتخوفيني كده ليه؟ لازم تخاف. ايه هو انت كسرت كوبايه؟ لا حصل حصل، يجرى اللي يجرى بقى. انت عملتها لحساب مين؟ ايه خايف منه ولا خايف عليه؟ لا خايف منه ولا خايف عليه، هي عمليه اتعملت وانتهت. تبقى اهبل لو فاكر ان امرها انتهى. عملتها لحساب مين؟ قول عشان اعرف انت في امان ولا في خطر. مين صاحب العربيه يا عاطف؟ طارق شعبان. لعيب الكورة؟ ايوه. يا حظك الزفت، انت عامل زي مسمار من غير راس ممسوك بكماشة. طارق هباب اللي بتقول عليه ده على حسب علمي راجل واطي، واكبر دليل انه ورطك الورطة السودة دي. يعني هو كده ممكن يبيعني؟ يبيعك ويبيع اهلك كمان. طيب ما هو لو باعني يبقى كده هو برضو باع نفسه. بكرة نشوف. بس أنا كان عندي إحساس إنك وسخ. لو حضرتك شايفة كده يبقى بلاش مني. أنا في شغلي بحتاج ناس وسخة برضو. الصور دي تسوى كتير. العربية اللي جابها لك غالية؟ هي عربية كحيانة وتعبانة، كانت عربيته. عشان عبيط. وإداها لك إزاي؟ بيع وشرا. ليه؟ هي الحداية بتحدى في كتاكيت؟ مش قلت لك إنه واطي؟ أصحاب الصور دي هيعملوا أي حاجة عشان يمنعوا نشرها. وحضرتك هتنشريها عشان التوزيع يزيد. توزيع إيه يا أهبل؟ ليه؟ هبيع كام نسخة؟ 1000 2000 تمنهم كام؟ إحنا هننشر عينات، والعينة هي اللي هتجيب الزبون.
انا عاوزاك تعمل لي 3 نسخ من الصوره دي. انت مش انا لوحدي اللي وسخ يا استاذه. اخرس. تعرف ان انا واحده من ضحايا الفرح؟ ايه ده؟ ضاع من حضرتك حاجه؟ لا انا بتكلم على الاصابات. على فكره هي مش باينه، وبعدين دي بسيطه. انا عارفه ان دي بسيطه، بس اللي تحت الهدوم مش بسيطه. صباح الزفت والقطران على دماغك ودماغ اللي جابوك. ايه القلب السود يا استاذه؟ هتعمل لي فيه عبيط ولا مغفل؟ احنا مش في اتفاق بينا ان اي شغل يجي لي انا الاول؟ ايوه في اتفاق، والاتفاق ماشي. وحياه امك؟ لا، لسانك تطوليه بمزاجك على غيري، بس لازم تعرفي ان انا ليا اول وليا اخر، يعني اي حرف يمس الكرامه يبقى يفتح الله. انت اديت صور للجورنال السهم؟ ما حصلش. افتح الجورنال عشان تعرف انه حصل. اكيد مصور تاني غيري. اه يا كذاب، ده شغلك وانت اللي كاتب الموضوع اللي منشور معاه. طيب اهدي، قصدك على حكايه صوره؟ قصدي على حكايه زفت. اهي زفاف المرعب. ايوه موضوع اللي كذب، مش عايزاه اخالف الاتفاق بصوره. بعلمي وموافقتي. طب اقعدي عشان نعرف نتكلم. انت هتديني اوامر يالا؟ يا استاذه انا عايز حضرتك تهدي عشان اعرف اشرح لك. بصي على الصوره، تعمليها كويس. تورته واقعه على الارض، حواليها 4 جرسونات على 2 نسوان مالهمش لازمه على راجل ملوش هوايه، يعني صوره ملهاش لازمه اساسا. بس الصور اللي فيها الناس التقيله عندك، بذمتك لو صوره زي دي اترمت على مكتبك هتنشريها؟ لا طبعا. يبقى لازمتها بقى ايه الزعبوبه اللي حضرتك عملتيها دي؟ لازمتها ان مستقبلك معايا انا مش في حته تانيه. امال بيقولوا عليا الاستاذه ليه؟ عشان علمت ناس كانوا زيك واقل منك ودلوقتي بقوا كبار، كبار قوي. أنا سمعت الكلام ده من حضرتك قبل كده. ما علينا، نشتغل. الشركة العالمية للتجارة. تاخد الظرف ده باللي فيه وتوصله للأمن. سري وشخصي. المهندس فؤاد لبيب، رئيس مجلس الإدارة. بقيت بوسطجي؟ شريك. شريك في إيه بالظبط؟ في المكسب والخسارة. واطمن لا يمكن يبقى فيه خسارة. طب هتدخليني بكام في المية؟ 30-70. مين 30 ومين 70؟ أنت بتستعبط؟ أنا هاخد 40. ما تنساش إن أنا اللي في الصورة وأنا اللي شايلة المسؤولية كلها. 40 و60. حلو يا خوفي منك يا بدران. موافقة. ده شرف عظيم ليا يا باشا، والله أنا أول ما شفت الصور دي ضغطي عالي عليا وحسيت إني مخنوقة، عشان كده أول حاجة عملتها بعتلك الصور دي على طول. ده تصرف محترم من حضرتك، أنا متشكر جدا يا مدام، متشكر جدا. أنا هعتبر ده جميل وإن شاء الله هرد لحضرتك بالشكل المناسب. إيه؟ بتقولي إيه يا مدام؟ قلت الشغل ما فيهوش جمال يا باشا، وحضرتك رجل أعمال وسيد من يفهم المسائل دي. اللي جاب لي الصور طلب فيهم فلوس كتير، ولو ما كنتش اشتريتهم أكيد كان هيبيعهم لأي جورنال أو مجلة تانية. والصور زي ما حضرتك شفتها كلها فضايح وقلة قيمة لضيوف سعادتك اللي هم كرمة المجتمع وكبار رجال الدولة وستاتهم. كويس إن حضرتك فاهم الكلام ده عشان تعرف تقدر السعر. يا باشا أنا اشتريت النيجاتيف عشان أمنع نشر الفضايح دي. عاوزة كام؟ 30,000.
ألو. أيوة يا باشا، 40,000 العشرة الزيادة تمن الإهانة. ما هو مفيش راجل محترم يقفل السكة في وش واحدة ست ليها مكانتها وبتكلمه بكل أدب. قلت إيه يا باشا؟ هو ده الكلام. عاطف، ادخل يا عاطف. ادخل يا وش المصايب. انا اللي وش المصايب ولا المصايب هي اللي بتتحدث عليا؟ الاوضه دي انا لسه منظفاها ومرتباها امبارح، بس لحقت تنكشها وتبهدلها كده ازاي؟ عايز افهم انت ايه يا اخي؟ هي دي الاستباعه بتاعتك؟ بقول لك ايه يا عاطف، انا مش ناقصاك، ولازم تفهم ان كل الايام مش زي بعضها. تعالي بس، عايزه خد بالك على اختك الكبيره، يعني اقدر اضربك. كنت ضربتي اللي اترزق عليكي في الشارع. ومين قال لك ان انا ما ضربتوش؟ هو صحيح ما فيهوش اصابات، لكن اللي حصل بقى، انما ده اخد حقه وزياده. لا والله يا وحياتك ما خد كفايته، انا هعمل لك فيه عمايل، هخليه عبره لكل الناس، حتى عشان بعد كده لو عايزه تمشي في الشارع عريانه الناس ما تبصش عليكي خوفا وادبا. اختشي قليل الادب، امشي عريانه ازاي يعني؟ ما تتلم وتحاسب على كلامك يا بنت. بقول لو يعني انت هتمشي عريانه بجد مجازا يعني. هقول لك ايه، ما انت ديك البرابر. طب بقول لك ايه، انا عايز منك خدمه. ايوه اكشف عن نفسك، اكشف. عايز ادي هديه لواحد عزيز عليا قوي قوي قوي، وانت اللي تعمليها. صينيه بسبوسه. الله ينور عليكي، صينيه بسبوسه بالبندق وواحده كنافه بالقشطه، بس الاثنين يبقوا ايه، سوبر لوكس. هات انت البندق والقشطه وكل اللي يخطر على بالك، والصنعه سيبها عليا انا بقى، وعزه جلال لله لا اعمل لك صينيه بسبوسه وكنافه الحلواني اللي بنى مصر ذات نفسها ما يعرف يعمل زيه. صدق اللي حصل لابو قرن يا سي رجب. حصل له ايه يا سي عرف؟ مش قتل واحد، عايره بيك والحكومه مسكته. طب ايه رايك بقى انه صعب عليا خبر عكر زي وشك؟ مسهرك لحد دلوقتي يا بنت؟ مش جاي لي نوم. طب قاعده بره ليه؟ الرئيسه نايمه وطافيه التلفزيون، مش لاقي حاجه تسليني. اتاخري شويه. اتاخري يا بنت شويه. حاسب هتقعد عليا.
مين الست اللي بتغني في التسجيل ده؟ جنعناع. حسها وحش. جزاي القمر. ده الفرح عشان يبقى فرح لازم تكون هي صاحبة الليل. صاحبة الليلة؟ طب بقولك ايه؟ هتيجي نبعد برا شوية كده. ونبعد لها فرخ. اوعى ايدك. عشان نعمل ليلة وتبقى انت صاحبة الليلة. ما كانش ينعز. طب اضغط عشان برد يعني. ما يحكمش. جرايا يا بت. انا اللي هيتقال لي ما يحكمش ولا ايه؟ الله، انت فاكراني لسه شايفك امبارح ومعرفش انت ايه؟ بقول لك ايه، المخزن قدامك، واجيك عارف طريقك وعارف مين بيستنى رجعتك. شغلك انت تام يا مسامسم. حوش ايدك ولم نفسك يا بت. ما يصحش كده، ما يصحش. ده انت ليكي تحت كل كوبري نومه ومنعمه تراب الخرابات. يبقى زيك زي غيرك. يعني ايه مبسوطه؟ يعني كله بحقه، ما عنديش حاجه ببلاش. يخرب بيت اهلك اذا كان ليكي اهل. انت يا بنت طلعتي كده؟ ما فاكرني بنام تحت الكباري مزاج ولا ريحه الخرابات بتكيفني؟ كله بحقه يا فرخ، وكفايه اني بستحمل الرمم اللي زيك. كله بتعمله بتاعت الخرابات. الله العظيم. مبسوطة؟ مبسوطة؟ ايه؟ ايه يا فرخ؟ عاوز ايه؟ عاوزك يا منيلة بتمانين نيلة. عجايب، واحنا مش سبق وما اتفقناش؟ انا عن نفسي مستكفي يا روح امك. انا عاوزك لواحد صاحبي. يخرب بيت اللي جابوه، انت ناوي تشتغل شغلانة عفشة دي؟ فشر يا مدودة، ده انا موت من الجوع ولا اشتغلش شغلانة عفشة زيك. هي كل العبارة ان في واحد صاحبي ملوش في الحريم خالص وعايز اقدم له خدمة. ما هي بتبتدي في الاول خدمة وبعد كده بفلوس. مبروك عليك، بس انا لا. مش فاهم. يعني انا مش من اياهم يا فرخ، ولو كنت من اياهم كان زمانك لقيتني في كافيتريات واوكاندات وسط البلد. وعلى عينك يا تاجر، مش ناقصني حاجه، كام هدمتين عادين وصباع احمر. ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده؟ وايه اللي حايشك يا اللي متبغداده؟ الله، ما انت طول عمرك شغاله في العفش والرخيص. بمزاجي، حره نفسي، اللي يعجبني اقول له اللي ما يعجبنيش اقول له لا. مبسوطه؟ صاحبي اللي بكلمك عليه عذراء، ابيض يا ورد، يعني اي ست تدفع فيه فلوس. وانا مالي؟ هيدفع. انا عايز اعمل له مفاجاه، والحساب عندي وبزياده. الله يكسك يا ابن اللي ملهاش اسم في الدفاتر. شكله ايه صاحبك ده وفي اي دهي؟ قومي بس الاول البسي هدمه نظيفه واشطفي نفسك بدل ما تخش عليه زي يومين الغوله. اذا كان عاجب 5 جنيه مجمده وباخد مقدم. يلا بيت. جبت لك العروسه. مين دي؟ الحريم. دي حريم؟ والله ايوه. وجايبها تعمل ايه هنا؟ جايبها عشانك. عشان انا؟ دي المصيبه السوداء. عشان تهلس. هلس مع دي؟ مالها دي؟ عايز نقطف لك من فوق الشجره يعني؟ احنا اللي عندنا اللي موجود، وقيع من تحت الشجره. عاجبك شيل من على الارض، مش عاجبك عض في الارض. اسمها ايه؟ مبسوطه. مبسوطه من ايه؟ لا، هي اسمها مبسوطة عاطف، هي اسمها كده. اسمها مبسوطة. يلا يلا بقى، شوف لك اي ركنة ضلمة وخلص امورك فيها. يلا بقى، ما تبقاش كلح بقى، زق عجلك يلا. خلصونا بقى. على فين؟ ارجع لي بالسلامة يا حبيبي. يابا كله يدلع نفسه.
بالعقل وبالاصول اوعى تدلح زياده لا تشمت فيك عزول يا بقى بكله دلع نفسه. تمام. ريحتها عامله زي ريحه المعيز. معيز؟ نبي انت ولا بتفهم بالفازليمه اللي متنعكشه في شعرك دي. يا عاطف البت بتاعت اول مره عمرك ما تنساها حتى لو نمت مع بت ملك الجان. ما ان شاء الله رجب للنعجه تصحى ما تلاقيناش. استني خدي حاجه حلوه. الو. ايوه انا نجوى وعاوز ايه يا امين الشرطه؟ عاطف ربيع ماله؟ طب كتر خيرك يا حضره الامين، قول له مدام نجوى بتقولك استحمل لحد الصبح وكل حاجه هتبقى عالي العال. مع السلامه. الو صحتك من النوم؟ انا نجوى. اسمع انت مش كنت بعتلي موضوع لعيب الكوره ده اللي اسمه طارق شعبان؟ ايوه عاوزه شويه معلومات عنه. اول حاجه اديني عنوان بيت اهله. انا مش هتاخر، اركنها في حته قريبه. تحت امرك يا مدام. اتفضلي يا حاج. خدي بالك مني. الله يسترك يا بنتي. تعالي يا حاج. احنا فين ورايحين فين يا اختي؟ دلوقتي هتعرفي، طولي بالك. هو انا ماسك ايديها ولسه هبدا بقى من اللي بالك فيه، فجاه لقيت راجل ايه، لقيت ضرفه كبيره واقفه جنبي. انا قلت النور قطع، بسالها مين ده يا بنت، لقيتها بتقولي ده خطيبي. خطيبك؟ انا قلت ده عزرائيل وجاي يقبض روحي. انا لو اعرف ان هي مخطوبه وبالذات لضرفه زي ده اكيد بناقصها يعني. كابتن طارق، عارفني ولا مش عارفني يا كابتن؟ ما عنديش فكره انت مين. حالا هيكون عندك فكره، بس مش الاول يبقى عندك اخلاق رياضيه وتقوم ترحب بالست والدتك؟ ده ابنك يا ست نبويه، ولا مش قادره تعرفي عليه عشان نضف زياده عن اللزوم؟ انت بتشرب خمره يا عبد التواب؟ انا نجوى كمال، لازم تشتري العدد اللي جاي من المجلة بتاعتي، عاملين لك تحقيق صحفي هايل بالصور على مشوار نجاحك عشان جمهورك يعرف قصة كفاحك من الساحة في بلدكو للبار يا عبد التواب. تعال عزمني على درينك. سينجل بلاك. أنا لحد اللحظة دي بهزر معاك، لكن لازم تعرف ان ملفك الاسود عندي ومليان بلاوي. انت عايزه مني ايه؟ مش عارف انا عاوزه منك ايه؟ وحياه امك اللي قاعده هناك دي انت مش عارف انا عاوزه ايه؟ عاطف ربيع مش كده؟ اديك فهمت. ما اقدرش اعمل حاجه معاه. تعترف. اعترف بايه؟ انك بعت له العربيه. كده يبقى رحت في داهيه، في محضر اتعمل الصبح هيطلع النيابه. تروح القسم الصبح وتغير اقوالك، الكلام ده لازم يخلص الصبح بدري. ازاي يعني؟ جرايه طروقه، انت ليك دلاله على ناس كتير. ناس كبار ومهمين قوي في البلد دي، واكيد مش هيقولوا لك لا. يا كده يا تعتبر نفسك انتهيت يا عبد التواب. انا عارفه سبب دموعك دي، بس يكون في علمك انا طيق العامه ولا طيقش اشوف دموع راجل. انا عشت اسود ليله في حياتي. حد اتحرش بيك في الاسم؟ بلطجي ابن كلب، حتى لو دخل السجن هجيب امه. هدومك فضلت عليك ولا اتقلعت؟ لا الحمد لله ما اتقلعتش، بس المحاوله نفسها فيها ذل. يبقى لازم تنسى الموضوع ده من اوله لاخره، والبلطجي ده كمان لازم تنساه عشان ما يبقاش عندك عقده في حياتك. انا مش عارف اقول لحضرتك ايه. انت مديتي ايديكي وانت شلتيني من جهنم الحمراء.
انت اللي رميت نفسك في جهنم الحمراء يا غبي. انا حلفت يمين اني ابوس رجلك. مفيش فايدة فيك ولا في اي حد زيك. انت فاكر الدنيا ماشية ازاي؟ ماشية سبهللة؟ الدنيا ماشية بقوانين هي اللي عملتها لنفسها، واول قانون بيقول مستحيل البني ادم يبقى طيب وشرير في نفس الوقت. ما ينفعش تبقى شريف شوية وغير شريف شوية تانية. النظافة والوساخة لا يمكن يبقوا في نفس المكان. الدنيا يا كده يا كده، وعليك تختار انت عاوز ايه. لكن البني ادم اللي بيمسك العصاية من النص بيفضل على حاله، دايما خسران. وانت خسرت واتهنت عشان مسكت العصاية من النص. أنا بتعلم منك يا أستاذة. الغاية بتبرر الوسيلة. شوف أنت عاوز تعمل إيه واختاره. بس حضرتك نظرتك للدنيا سودة قوي. من اللي شفته، وأنا شفت كتير. وخلي بالك إن ما قدرتش تبقى ديب هتبقى خروف. وديك جربت عشت الخرفان في الحجز. ساعتك كام؟ 10:30. طب تعالى أنا عزمك على 10. لا مش هقدر يا أستاذة، لازم أروح لأبويا عشان أطمنه عليا. على راحتك. عملت إيه في العربية سبب المصيبة؟ عربية إيه بقى؟ يغور بيها دي نحس زي وش أمه. صباح الخير. مالك في إيه؟ في حاجة لازم تشوفيها بنفسك يا أستاذة. عاوزاني أشوف إيه؟ امتى ده حصل وازاي؟ انا جيت الصبح لقيته نايم. عم مسعود هو اللي فتح له. ايوه يا استاذ هانم، وانا الصبح انا منظف. خلوه نايم وبلغوني لما يصحى. تعالى يا مسعود قولي ايه اللي حصل. ايوه يا استاذ هانم، الساعه 7 الصبح انا منظف المكتب، جه هو خبط فتحت له، فقلت له والله انت ايه اللي جابك بدري دلوقتي؟ فقال لي انا جاي انا اخش الحمام. قلت له خش الحمام. ايه اللي حصل لك تاني؟ خناقه عائليه. خناقه عائليه تعمل فيك كده؟ ما شفتش نفسك في مرايه؟ شكلك طالع من صندوق زباله. لا اصل الخناقه كانت شديده شويه. مع ابوك ولا مع امك ولا مع كله؟ مع ابويا وطردني. طردك ومامتك سابته يطردك؟ ما عرفتش تمنعه؟ الخناقه كانت في الشارع عند العربيه. ايوه. وايه المصيبه اللي عملتها عشان ابوك يطردك؟ مش كبرت على حكاية الطرد دي؟ ولا كنت عارف انك لازم تطرد؟ ما كانش ينفع ابقى جنبه وهو غضبان، وما كانش ينفع ارجع البيت عشان ما كنتش اخلص من ماما. لازم عاملة سودة. خلاص بقى، لا حصل حصل، الموضوع انتهى. ما انتهاش بالنسبة لي. هي مسألة عبيطة وهايفة، بس بالنسبة للوالد والوالدة غلطة كبيرة قوي. ايه، سرقت اهلك؟ لا، ابويا ظبطني مع واحده في وضع مش كويس، وعفاريت الدنيا اتنططت فوق دماغه. قفشك مع واحده؟ مش مكسوف من نفسك؟ طب هتعمل ايه؟ مش عارف. بتلبس مقاس كام؟ ايه؟ بتلبس مقاس كام؟ 42. انت مش شايف منظرك عامل ازاي؟ فندم يا مدام، خدي اشتري قميص مقاس 42 وبنطلون مقاس كام؟ 34. وغيار داخلي فوق وتحت من اي محل وبسرعه. حاضر. اتحمامي في دش، لما التهاني تيجي تدخل تاخد دش وترجع بني ادم تاني، وتروح بيتكوا تجيب هدومك والحاجات اللي تهمك، وتكون قدام العماره دي لما تخلص. هتكون هناك الساعه كام؟ الساعه 10 بالليل. اشمعنى الساعه 10؟ عشان ابويا يكون خرج من البيت. البواب هيكون مستنيك قدام العماره، تقول له انا عاطف ربيع وهو هيعمل اللازم. ايه الهيصه دي النهارده؟ في قبض يا مدام. وايه المشكله؟ الاستاذ علي نبهان
بيقول ان هو كتب 4 موضوعات مش 3. قولي له المدام هتشوف الموضوع ده بعدين. في ايه تاني؟ اصلا قلت له الكلام ده قبل ما حضرتك تيجي، بس هو ما عجبوش الكلام وقال لي الحق حق. قال لك الحق حق؟ اه والله يا مدام. خلاص ادي له مكافاه الموضوع وقولي له المدام مش عاوز الشغل تاني منك. صباح الخير. ازيك؟ مالك فرحان كده ليه؟ نجحت. بجد؟ بدرجة مقبول بس نجحت. ألف 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 مبروك يا عاطف، ده إيه الخبر السعيد ده؟ لازم بقى أعزمك على العشاء النهاردة بمناسبة النجاح. تهاني. أيوة يا مدام. جاتول المكتب كله. حاضر. مالك مش على بعضك ليه؟ ما تقعد عدل. اتفرج على الناس يا استاذه. انا عمري ما شفت النوع ده قبل كده. وماله النوع ده؟ مش عاجبك ولا ايه؟ هي الناس دي بتطلع بالنهار. ايوه بتطلع بالنهار، بس الهيئه غير الهيئه. بس دول معظمهم عارفينك. زي ما انا عارفه بلاويهم بالظبط. بطل تبص. حاضر. يا جوهان. ايوه. محسن بيه الاهواني عاوز يحاسب على الترابيزه بتاعت حضرتك. ايه راي حضرتك يا فندم؟ طبعا لا. قول له مدام نجوى بتقول لك متشكرين وانت عارف انها بتحب تدفع حسابها. وبعدين هو مش شايف ان انا معايا راجل طول بعرض؟ احنا هنا يا فندم في خدمه زبايننا مش اكتر ولا اقل، وبنسمع الكلام سواء من حضرتك او من حضرته. ماشي شكرا. بعد اذنك يا فندم. هو ايه الموضوع بالظبط؟ حدق قوي. فاكر انه ممكن يشتري سكوتي بعشوه، مش عارف ان كل حاجه ليها تمن. حوالين رقبتها هيبقى كأنه ألماس. انت شايفة كده؟ وانت مش شايف جامر دي بيضة وعينيها خضرة. سامع يا معلم فرغلي؟ راضيني والنبي. راضيها والنبي يا معلم عشان خاطر خرج على الحلاوة. ايه ده؟ ايه حلاوتك دي؟ يا لهوي ربنا يخليها لك. مبسوطة؟ مبسوطة؟ ايه الكروانة؟ هات انا اشتريتهم مني كلهم. انت كنت فين يا بنت مدوخاني وراكي 7 دخان؟ انا اهو. اركبي. اركب روح فين؟ ما ينفعش. ما تركبي يا بنت، هو انا هخطفك؟ يلا عايزاكي في مصلحه. خش اطلع يا استفاوي. على فين ان شاء الله ست كروان؟ على البيت عندي، عايزه اتكلم معاك كلمتين على رواق. قلقانة ليه؟ ربنا يهديكي وتخلصي المسألة اللي أنا عايزاكي فيها. أنا تحت عمرك يا ست الهواني. ست الهواني إيه؟ قولي لي يا نعناع، قولي لي يا كروانة. اللي تشوفيه. من الآخر كده عاوزاكي معايا، بدل بهدلة الشوارع وقلة القيمة والشحطات اللي أنت فيها. شغالة يعني؟ ما ينفعش في الشغلانة دي، لا أرضى بيها ولا هي ترضى بيا. حكم. شغالة إيه؟ وأنا برضه هرضالك إن أنت تشتغلي شغالة؟ الشغاله هي اللي كانت واقفه جنبي دلوقتي اللي اتقبصت ومشيت دي. ايوه. طب بذات الله كنت فاكراها من اهل البيت. طبعا عندك حق، لان كل اللي بيشتغلوا معايا قشرتهم بتبقى معدن وعالي العال. امسكي.
انا عاوزاكي تشتغلي معايا في الافراح والحفلات، شغلتك عينك عليا طول الوقت وتخلي بالك مني وتساعديني في الحاجات الخاصه بتاعتي. اشمعنى انا يعني يا ست نانيا؟ ما في غيري كتير. من الاخر كده وشك حلو عليا، واليوم اللي بشوفك فيه بسهل الاخر سهلله. وخلي بالك هنغنغك وقشتك معايا هتبقى معدن وهتبقي واحده من اهل البيت. الا قولي لي انت ساكنه فين؟ ها؟ ساكنه؟ ايه مش عارفه؟ لا ساكنه. اه فهمت، ولا يهمك، كل الدبر. ان شاء الله تسكني معايا هنا. هنا؟ هنا فين يا مدام؟ هتقعد فين؟ هي الشقه ناقصه؟ الله يسامحك، مش رد عليك عشان انت زي امي الله يرحمها. ايه امك؟ هو انت اللي زيك ليه ام؟ ام سيد. وبعدين ورقي امي. على فكره هي تبان كده رزله، بس والله العظيم ما في اطيب منها، دي معايا بقالها 20 سنه. ها وانت قلتي ايه؟ افكر ارد عليكي. ملوش لازمه التفكير. مفيش حاجه ملهاش لازمه يا ست نعناع، لازم افكر، وبعد ما افكر اقعد افكر تاني. اه لازم ادبر اموري واحسب حساباتي كويس. وهتردي عليا امتى؟ قريب ان شاء الله. مبسوطه؟ مش عايزه الف عليكي في الشوارع. مش هتلفي. طب قولي لي تعرفي توصلي البيت لوحدك؟ لا هجيب لك ورقه وقلم واكتب لك العنوان. ام سيد هاتي لي ورقه وقلم. عشانك اللي عاوزك رابع مره يتصل. اوكي حاضر. الو سعاده الباشا، ازاي حضرتك؟ ايه الغيبه الطويله دي كلها؟ طبعا عارفاه، هو ده مكان حد ما يعرفوش. بس انا لسه مخلصه تمرين وجسمي كله بيشر عرق، اديني ساعتين بس واكون عندك. باي. شكرا. مهمة جديدة؟ المهمات زي طلقة الرصاص، تتضرب مرة واحدة بس. أمال إيه؟ وظيفة محترمة في شركة محترمة. دي حاجة كويسة أوي إن حضرتك تفتكر وجايب لي وظيفة كمان. الوظيفة دي حكومة ولا قطاع خاص؟ هو أنت شكل وظائف الحكومة ولا مرتبات الحكومة تنفع معاكي؟ قطاع خاص طبعا. والشركه دي اسمها ايه وبتشتغل في ايه؟ مستعجله ليه؟ هتعرفي كل حاجه دلوقتي حالا. مبسوطة؟ مبسوطة؟
العروسه. الشيطان وجانب الشيطان ما رزقتنا. لو شاطر اعملي زي طفي النور قبل. ليه؟ طيب ماشي. تجنن هما الحلوين علشان حلوين يعملوا كده اهو، ولا الطعمين علشان طعمين يتقالوا كده اهو. هما الحلوين علشان حلوين يعملوا كده اهو، ولا الطعمين علشان طعمين يعملوا كده اهو. كده اهو كده اهو كده اهو كده 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 كده. الله يسامحك يا اللي في بالي. على مهلك حبني على مهلك، أنا زيك عيني بتنده. على مهلك حبني على مهلك، أنا زيك روحي بتنده. أنا ناسية وأعمل ناسية، بس بص عيني بتنده لك. على مهلك سوق على مهلك. ستوب 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 فرامل. لا 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 ما فيناش من الغيرة، أصل الغيرة في الحب خطيرة. لا 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 ما فيناش من الغيرة. الباشا مبسوط ومفرفش جدا. هتحتاج حاجة تانية؟ بقول لك إيه؟ عندكم إيه بعد الأكل والشرب؟ عندنا كل اللي يخطر على بالك. طب ما تجيب لي حاجة كده من اللي تخطر على بالك. نو نو ما فيناش من الغيرة، دي أصل الغيرة في الحب خطيرة. نو نو ما فيناش من الغيرة، دي أصل الغيرة في الحب خطيرة. انساها يا روح انساها، واشطبها بالتباشيرة. على مين يا ابني هتلعب؟ على مين تعمل مشاكل؟ على مين يا روحي هتلعب؟ قاعد لوحدك ليه؟ على مين تعمل مشاكل؟ اديني ما بقتش لوحدي. احنا برضه بنلعب على قول وعش يا ناكل. تمام تمام. تشربي ايه؟ ويسكي. ازازة ويسكي. ماشي. فاكراك اذكى من كده يا محسن يا اهوالي. هو ده اللي قدرت عليه تدفع لي العشاء؟ ده انت اهبل بقى. عاوزه ايه؟ عاوزه اعلان الغلاف الاخير بتاع المجله بتاعتي. الغلاف الاخير مش العدد الاخير يا اهبل، فلله ولا فالك. ظهر المجله، فهمت؟ بكام هتدفع اللي بقولك عليه؟ انت هتفصل معايا؟ ايوه كده، خليك حلو امال. سلام. اي خدمه يا استاذ؟ فين تهاني؟ عندها ضيفه. قول لها الاستاذ عاوزاكي دلوقتي حالا. معلش يا استاذ انا اسفه. روح انت.
مين الضيفة اللي عندك؟ دي بنت بتقول انها صحفية وجاية تسأل على الأستاذ عاطف. بنت وصحفية؟ اسمها ايه؟ اسمها سلوى. طب دقيقة كده وخليها تدخل. صباح الخير. صباح النور. ايه ده كده طمنتيني على مستقبل الصحافه؟ حلوه ورشيخه. اقعدي يا سلوى ياسين. الله اسمك حلو. وده حقيقي ولا تركيب؟ لا مش فاهمه. يعني اسمك حقيقي ولا مؤلفه اسم سينمائي عشان يبقى سهل يتحفظ؟ لا ده اسمي الحقيقي سلوى عبد العزيز ياسين. وبتشتغلي في انهي جورنال؟ في السهم. عاطف كان بيشتغل هناك، زميلته يعني. تقريبا. وعاوز عاطف في ايه؟ عاوزاه في شغل. ايه نوع الشغل ده؟ الجورنال طلب مني تحقيق عن ظاهرة التسول والبلطجة اللي في الشوارع، وانا عايزة اعمل تحقيق ميداني وانزل الشارع بنفسي، وعاوزة عاطف هو اللي يصور لي الموضوع. واشمعنى عاطف؟ ما اي مصور من الجورنال بتاعكم. لا ما انا مش عايزة اي مصور وخلاص ياخد لي كام صورة على الماشي، عايزة يبقى معايا وملازمني وبرضه يبقى حماية ليا. ايه في حاجة حضرتك؟ طبعا عاطف خلاص كبر ومشاغله بقت كتير، وشغل المجلة ده كله تقريبا هو اللي شايله لوحده، ومهما كنت غالية عليه وقته ما يسمحش، وحكاية التصوير دي خلاص مرحلة وعدت. بس هو بيحب التصوير. الحب حاجة والشغل حاجة. لما انتي ما قلتليش ايه علاقتك بيه وعاوزاه امتى؟ عاوزاه الليلة دي او بكرة بكتير. خسارة يا سلوى ياسين، حظك قليل. عاطف في مأمورية بره ومش هيرجع قبل يومين ثلاثة. أكون خلصت التحقيق بتاعي. بالتوفيق يا حبيبتي. أنت لايقة على الموضوع اللي أنت بتعمليه وعلى الجورنال اللي أنت شغالة فيه. أنت مش ناقصك اشتراكي برضو؟ مش مهم بقى. متشكرة قوي يا مدام نجوى. سعيدة إني شفتك ونبقى نشوفك. إن شاء الله. رغم إن الفكر مختلف. من الكلب عاوز يلعب بديل مش قادر يصبر. زي حضرتك. زي حضرتك انت. اقفل الباب. اقعد. خير؟ في حاجة؟ مالك مش على بعضك كده زي ما تكون عامل عاملة. على فكرة الطقم بتاع حضرتك شيك جدا. سيني أصلي ومن بره صح؟ احنا مش في هدومي دلوقتي، من بره ولا من جوه مش ده موضوعنا. تعرف بنت صحفية ناشفة كده ومعصعصة اسمها سلوى ياسين؟ دي كانت بتشتغل. هو اسمه ايه ده؟ دي مالك مرعوب كده ليه؟ زي ما يكون مراتك اللي بتخوفك بالليل. يا أستاذة دي زميلة كانت بتشتغل في جورنال السهم، وحضرتك عارفة إن أنا كنت بشتغل في جورنال السهم. أصلها جت تسأل عليك هنا، أنت هربان منها ليه؟ هي قالت لك إن أنا هربان منها؟ لا ما قالتش، بس أنا حسيت. طب وأنا أهرب منها ليه؟ إحنا علاقتنا كلها ود. ما هو باين الود اللي بينكوا. كانت عاوزاك تصور لها تحقيق صحفي يشبه لها كده عن التسول. وحضرتك قلت لها ايه؟ قلت لها انك خلاص ماضي عقد احتكار وبطلت الشغل القطاعي وما عندكش وقت تجامل في حد. صح طبعا لحضرتك تشوفيه. عندك شغل مهم جاهز. هتسافر العجم، في حفله في فيلا سورها عالي قوي على حمام السباحه، فته ولحمه وممبار. على حمام السباحه؟ ايوه على حمام السباحه. المعازيم رجالة وستات من أهم الناس في مصر، عشان كده الحذر مطلوب والفشل مرفوض، ولو اتقفشت اعتبر نفسك انتهيت. لا اديني بس كل المعلومات وهتشوفي أنا عامل ايه. ولو نجحت عندي ليك مكافأة. أنا المكافأة بتاعتي رضاك يعني؟ طب غور من وشي دلوقتي. أمرك. ايه ده كله؟ ايه ده كله؟ ده نص عظماء مصر لابسين مايوهات. صحيح مين دول يا استاذة؟ خلطة ما يعرفش يعملها غير خضر العطار. رجال اعمال.
طب ما عادي. لا مش عادي. شايف الست دي؟ دي مرات علاء مجاهد رجل الاعمال، تعرفه؟ عارفه، مستورد القمح. ايوه. ودي بقى مرات شريكه عمرو ابو شامه. ده الظاهر ان الشركه مش في التجاره بس، وفي النتايه كمان تنفع. يا ساتر استر، عايز تدخلوه شخصيا؟ اهو الراجل ده بقى هو اللي سخني ان انا اصور كل حاجه جوه بسبب صوره ليه مره جروني على الاسم. تحمد ربنا انها جت على كده. هو الراجل ده مهم قوي كده؟ طبعا، ده بقه في ودن الكبير بتاعنا، ربنا يكفينا شره. في الخزنه اكيد. يفضحكم في ديحه القطط على السلالم. هو جرى ايه في البلد؟ الواحد ما بقاش عارف الفرق بين الذكر والنتاية. ومين دول بقى؟ معرفش، بس زي ما انت شايف بيعلنوا كراهيتهم للرجاله. اكيد هتنفع. وده مين ده بسلامته؟ شكله لعيب كبير قوي. معرفوش، بس شكله راجل مهم. سرنا في يوم نعرفه، واكيد هيبقى لها عوزه. شاطر يا عاطف يا عطوفه، انت طلعت احسن من تقديري ليك بكتير. كله بفضل حضرتك يا استاذه. كده التلميذ اتفوق على المدرسه بتاعته، والنظره كمان. ان شاء الله هفضل كده على طول. انا كنت وعدتك ان انا عندي ليك مكافاه. اعتبريها وصلت. لا، انت تروح تستريح في المكتب لحتى اما انا اظبط اموري. طب ايه المكافاه؟ مش هقول لك. عارف يا عاطف الاعلانات اللي في الشوارع؟ اهي البلد عامله زيها بالظبط. فيها اللي بينور ويطفي، وفيها اللي منور على طول، وفيها اللي مطفي على طول. ايه رايك بقى في مشروع يخلينا ننور على طول؟ حد يكره؟ بس هو ايه؟ جورنال. جورنال يا عاطف، جورنال يبقى بتاعي وبتاعك انت كمان. انا؟ ايوه انت. بس ده مشروع وهمي. ليه وهمي؟ محتاج فلوس كتير واجراءات ورق. حضرتك عايشة في بلد بتوقف المراكب السايرة، عايزة تمشي مركبة؟ وبعدين مين قالك إن الجورنال ده هينجح؟ تبقاش أهبل، أنت فاكر إن البلد دي هتفضل على حالها كده؟ بص حواليك، السنين اللي جاية دي كلها شخلعة وفهلوة وخفة يد كمان، وأنا وأنت مع بعض ممكن نبقى حاجة كبيرة قوي. أنت بتبصلي كده ليه؟ أنت حبتيني مش كده؟ أنت مغفل؟ أحبك إزاي وتحبني إزاي؟ انت يوم لما تحب هتبقى بنت في سنك او اصغر منك، وهي كمان لو حبتك هيبقى كده برضه زي البنت اياها. يا عاطف انا بالنسبه لي الحب راح وزمنه راح. هي كمان شكلها راحت. المساله مساله احتياج. بنجوع بناكل، بنعطش بنشرب. المساله بيني وبينك هتبقى كده بالظبط، مفيش احتكار. مش فاهم. يعني أنا مش مراتك ولا حبيبتك عشان أحاسبك. وحضرتك هتبقي كده برضو؟ حضرتي ست محترمة، ست مش طفصة، محبش أكل غير وأنا جعانة وأكلتي خفيفة. أنا بتعلم. دي شروطك؟ لا، شروطي كتير، بس أهم شرط فيهم إن مفيش تغيير في المعاملة اللي بيننا. كل واحد فينا لازم يعرف مكانه بالظبط ويلتزم بيه. يا عاطف انا قريت الجوع اللي انت فيه من نظراتك ليا اول مره شفتك. يا استاذه انا جعان كل حاجه في الدنيا، عشان كده واحده واحده عليا شويه. ماشي. جراح على فين يا استاذه؟ بحب امشي في الشوارع بالليل وهي فاضيه، بعرف افكر. هو في طريقتين، لا مش اتنين، تلاتة. يا نعمل شركة، يا نشتري رخصة جورنال، يا نجيب رخصة من قبرص. ايه الطريقة السهلة المضمونة يعني؟ ان احنا نشتري رخصة. وفي حاجة للبيع؟ على طول. على كام؟ 2 مليون، بس بالتفاوض ينزل 1.5. مش قلتلك مشروع وهمي؟ وحضرتك بقى معاك الفلوس دي؟ ما كانش ده بقى حالي، بس ممكن نتصرف. ونتصرف ازاي؟ قليل ونسرق بنك حاجه زي كده. يا نهار اسود. تعال اقفل الباب. انا مش قلت لك اول مره هتبقى عندي؟ بس دي مش شقتك يا استاذه، دي واحده من شقق اللي باجرهم مفروش. تعال. Thank you.
ماليش انا كويس. طب ادفي النور وتعالى. نكتة؟ أبيحة؟ لا عادية. قول. مرة بوحة اشترى 3 تفاحات راح البيت ياكلهم براحته وراح مولع شمعة. فتح أول واحدة لقاها مدودة راح رميها، فتح تاني واحدة برضه لقاها مدودة راح رميها، وبعدين راح طفي الشمعة وأكل التالتة. يا ابن المعفنة بتلقح عليا؟ لا والله يا أستاذة، وأنا طول أكل تفاح أصلا. أنا معاكي في الضلمة وفي النور اللي تأمري بيه. طب تعالى يا جح. بتعملي إيه؟ مذاكرة ولا صحافة؟ لا مذاكرة. دي أكيد مبسوطة. إحنا هنشتغل خدامين عندها بقى ولا إيه؟ بعدين الساعة 11 ونص. أهلا يا مبسوطة. شكرا بسلوى. بس اللي معايا مطول جدا الحيل. بقول لك ايه مصر. بعد ما تاخدي نفسي كده من طلوع السلم ابقي دخلي الفاكهه دي معاكي اوضتك. ايه ده؟ ده انا جايبه الفاكهه لينا كلنا. تعالي يا ابله وفاء كلي فاكهه. مين اللي قال لك يا مبسوطه ان احنا عايزين فاكهه؟ هو حد يكره الفاكهه؟ يا صفيه يا سوسن تعالوا شوفوا مبسوطه هانم اللي جايبه لنا 3 انواع فاكهه. ولي صدقة ولا رشوة بقى؟ لا دي ولا دي. امال ايه؟ محبة وربنا. وبعدين انتوا لو حد فيكم جاب حاجة مش هتعملوا صحابي برضو؟ اه لا لو المسألة دي هي يعني مفيش مانع. لا في مانع. احنا امكانياتنا لا تسمح ان احنا نجيب فاكهة وحلويات، ده يعتبر بذخ واحنا ما نقدرش عليه. وبعدين انت كده بتحرجينا لان احنا مش هنقدر نرد لك. انتوا بتتكلموا ازاي؟ انتوا زي اخواتش. اخواتك؟ احنا مش اخواتك ولا عمرنا هنكون اخواتك. ده ايه الخيبه اللي نزلت علينا دي؟ على اخر الزمن هنبقى اخوات صبيه واحده عالمه جهله؟ ايه في ايه؟ ايه مين اللي جاب الفاكهه دي؟ دي مبسوطه. على فكره كده ما ينفعش خالص، ولا هي دي الاصول، واللي انتي عملتيه ده غير انساني بالمره. بص يا سلوى، مش عايزين نخسر بعض عشان خاطر بنت وجودها معانا غلط في غلط. وبعدين بقى مهما جابت اكله او فاكهه لازم يبقى عندنا كرامه. كان ممكن تتعاملوا معاها بطريقه الطف من كده. وبعدين احنا لازم نتعامل معاها على قد تفكيرها. دي واحده عايزه تتقرب مننا، نقوم نجرحها؟ والله لو عايزه تقرب مننا مش بكام كيس فاكهه، لو عايزه تقرب مننا بجد يعني تمسح الشقه، تروح ترتب لنا السراير، تغسل المواعين كده يعني. والله ده على اساس ان هي خدامه عندنا. دي واحده ساكنه هنا وبتدفع ايجار. يعني هنا احنا كلنا زي بعض. ثقافة اليسار منتهية الصلاحية ظهرت يا بنات. إذا كانت ثقافة اليسار بقت منتهية الصلاحية، يبقى الثقافة البرجوازية اللي انتي ما تعرفيش حاجة عنها أصلاً خلاص عفنت. وجودنا هنا كلنا مع بعض في شقة واحدة ده أكبر دليل على أننا ولاد ناس على قد حالها. وبعدين لو واحدة فيكوا أبوها يعني عنده قصر كبير، سايبها ليه تسكن في شقة حقيرة في آخر دور؟ ولا اللي عمها ولا خالها عنده شقة عظيمة على النيل، سايبها ليه قاعدة معانا؟ يبقى ما ينفعش نعاقب واحده غلبانه عشان بس حاولت تكسب ودنا. الصراحه يا جماعه سلوى كلامها مظبوط. انا قلت لكم ان ابويا الله يرحمه كان شيخ جامع، لكن هو الحقيقه كان خدم الجامع يعني، ويمكن يعني كان حالي يبقى احسن من كده لو كان شيخ الجامع. الصراحه زين والعدل زين يا بنات. عندك حق يا سلوى، لو واحده فيكم عمها ولا خالها كان عنده شقه على الكورنيش ما كانت تروح تعيش معاه، انما اللي زينا يقعد معانا. يلا قومي طيبي خاطرها بكلمتين. الله، يعني واقفين ورا الباب؟ ازيك يا مسعيد؟ الكرونة خرجت ولا ايه؟ هتخرج ازاي من غير ما تاخدك في ايدها؟ امال هي فين؟ نايمة. ده احنا قبل المغرب بشوية، هتكون تعبانة.
يا ولية سرير متسوب زي الفل، هي فين؟ المدام نايمة في الحمام. حمام؟ لا تتلبس. بترغي مع مين يا مسيب؟ دي مبسوطة يا كروانة. تعالي يا مبسوطة عاوزاك. تعالي يا مبسوطة ما تتكسفيش، أنا لابسة مش عريان. خير يا مدام في إيه؟ مفيش حاجة يا بت، ده تين جايلي من بلاد النوب. وصفة كانت بتعملها ممثلة مشهورة أمريكانية اسمها جريتا جرب، تعرفيها؟ جربوا؟ لا معرفهاش. ولا أنا والله، بس هعمل إيه؟ هم قالوا لي بقى كده. لو تسمعي كلامي ولا تشغلي بالك بالموضوع ده، دي ست أم كلثوم كانت بتغني لغاية ما ربنا افتكرها. اقرأي يا مبسوطة. إحنا هنضحك على بعض. أنا فين والست فين؟ الست فضل حسها زي ما هو لحد ما ربنا افتكرها. إنما أنا بقى ببيع للناس حاجات تانية بتروح مع الزمن. وبعدين الست بتغني لبني آدمين. إنما أنا بغني لشوية أوباش. استنى هنا يا اسطى بقى نص دقيقة. خف إيدك يا خميس. مساء الفل. أهلا يا عمر، أموري؟ عايزة 2 كيلو كباب صافي من غير كفتة. أيوة بس لا مؤاخذة الكباب يحب الكفتة من الزيت. ماشي هات كيلو كفتة لوحده، والطلب يكون وصاية كل السلطات، ماشي؟ والريش في الكباب تكون بزيادة. ماشي. الحساب بقى يا معلم. الحساب لما تستلم الطلب. ما لازم أجيب الحلو، عندي مشوار تاني. طب وماله؟ لما ترجعي بألف سلامة ومعاك الحلو نبقى نتحاسب، هي نص ساعة مش أكتر. ماشي. مش محتاجة يا حمام؟ لا المرة الجاية بقى. ماشي يا قمر. اطلع يا اسطى. ازيك؟ ايه مش عارفني؟ وانا توه عنك برضو، مهما الدنيا غيرتك ومهما عملتي في نفسك، ايه اللي جابك؟ مش انا قلت لك لما احب اشوفك هتلاقيني قصادك؟ طب والتاكسي ده معاكي؟ امال ايه؟ عزومه ايه؟ ما انا عشان ارجع بيه، عندي عزومه. طب ماشي. لا مش هينفع، انا بقول لك عندي عزومه لازم ارجع. يا بنت التكاسي مالية الحارة رايحة جاية، نجيب واحد تاني. طيب مش خد يا اسطى معلش مش عايزة اعطلك، مع السلامة. خدشي ما تشهر، جهزت الطلب؟ عزومة تاني؟ عزومة كباب عاملاها لزملاتي في السكن بالمناسبة. باركلي مش انا بقيت اعرف اقرا واكتب؟ ايه؟ ده انا خدت 6.5/10 في الاملة. تصدقي بقى انتي تستاهلي 10/10. مالك؟ مال ايه يا بنت؟ انتي اللي مالك. مالك في ايه؟ مفيش حاجة. ايه عاطف الشارع بيجري؟ الله معلولة تعالي ورايا. انت جيتي في الوقت اللي انا عاوزك فيه. طب ما انا كمان. عاوزك في مالك ما كنتش كده مالك. فكر الثانية بس شوية. عايز اطلع عايز اطلع زي ما هي. زي ما هي. عايز اطلع زي ما هي. عاوزك كده جبت اخر معايا يا عجز يا سلام. تعال خد يا كلب يا وسخ. كده جبت اخر ما عندك يا انجس خلق الله يا وسخ يا نجس. خلاص يابا
ملوش لازمه اللي انت بتعمله ده. اللي حصل حصل وخلاص. خلصت روحك يا كلب يا نجس، حرام عليك، ده بطرح اكل عيش ينجسه بوساختك يا كلب. كفايه ضرب بقى، غور من وشي، مش عاوز اشوفك في اي حته، والبيت لو شفتك فيه انا هذبحك يا نجس. واحد الله حاج ربيع، انا كده بوحد الله، غور من وشي يا كلب. حصل ايه عاطف بينك وبين ابوك؟ ما حصلش حاجه، هو بيحب يتخانق كده ويزعق على الفاضيه والمليانه. من الساعه دي لا انت ابني ولا عاوز اعرفك. انت عملت ايه بس يا ابني عشان ابوك يغضب عليك بالشكل ده؟ ما عملتش حاجه يا حاج ابو احمد، انا سبت العربيه ورحت الخرابه اتصير. بتكذب وانت مفضوح فضيحه القطط يا نجس. فضيحه القطط كده بانت يا رجاله، كان معاه ست ولا راجل في الخرابه عم ربيع. هي ناقصاك يا ابن الهطله انت كمان، عاجبك كده جبت العار لاهلك وشلت الذل وحطيته فوق دماغ اخواتك البنات يا كلب يا وسخ. اللي يحبني يقول البيه في حياتك في ابنك عاطف يا ربيع، البيه في حياتك في ابنك عاطف. اخص عليك، امال لو ما كنتش متعلم وبعدين الدق الوحش ده ماسكك من امتى؟ دق يا ابن البهيمه، ابويا ظبطني مع مره. ومين المره دي بقى يا ابو العواطف؟ وانت مال اهلك علشان نسالها؟ لا انت تروح تسال امك يا. لا انت ليه يعني، ليه قله الادب دي؟ تصدق اللي انت ما تربيتش. بس 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 يا اللهم اني لا اسالك رد القضاء ولكن اسالك اللطف فيه. الله الله الله، ريحه احلى من ريحه اغلى بارفان. دي ريحه توسع الشرايين. بس دي اكله هتقفل الشرايين. مالك منكوش عليها الدنيا مبسوطه؟ منحوظه في محلها، شعرك منكوش مع انك نازله بيه متساوي. وحصلك حاجه مبسوطه؟ اذا كان على حصل فحصل كتير. تعاركت مع سواق التاكسي اللي كان بيوصلني. حركه بالكلام ولا باللدان؟ بالاتنين. طب وايه سببها العركه دي؟ الاجره، الاجره. الو، اهلا اهلا. طبعا عارفاكي، سمعت عنك كتير، ده كل الاوساط الراقيه بتتكلم عن جمالك وجمال شغلك. اموريني يا حبيبه قلبي. انا مقابلتي سهله جدا، بس ممكن اعرف ليه؟ يبقى احسن مكان تقابليني فيه في مكتبي، انا بكون موجوده لحد الساعه 11 بالليل. تشرفيني في اي وقت. انا اللي تشرفت بمكالمتك، مع السلامة. عاوزة ايه دي؟ لازم تكوني اهم مصممة حفلات في مصر، جمالك ورقتك وشياكتك بيقولوا كده. مرسي جدا يا مدام نجوى، بس انا خلاص ناوية اسيب الشغلانة. ايه ده؟ حد يسيب شغلانة زي دي؟ حد يكره يشتغل في القبهة والجمال والشياكة وزي ما بيقولوا مجتمع الكريم دي لا كريم؟ كريم دي لا كريم ايه بس؟ دول اغلبهم مغرورين ولا عندهم احساس ولا ثقافه ولا حتى ذوق. ايه ده، انت شكلك مقروصه قرصه جامده. انا اتهنت من انسان سافل ومتعجرف، اتعامل معايا كانه بيتعامل مع بنت ليل. اهدي بس كده واحكي لي الموضوع. تعرفي رجل الاعمال ادهم سليمان؟ ده تقريبا رقم 2 أو 3 في مصر، ومنه للحكام على طول سواء هنا او بره. معنى كده اني اسامح في الاهانه اللي كانت هتجيب لي شلل؟ مش عارف بس ايه الاهانه الاول وبعد كده اقول لك تسكتي ولا ما تسكتيش. الغبي ما يعرفش ان انا بنتي ناس محترمه جدا ومتربيه احسن تربيه. باين عليك يا حبيبتي، بس ايه الاهانه؟ حصل ايه؟ طلب مني اصمم له حفله عيد ميلاده، عرضت عليه افكاره وما عجبتوش، راح شاتمني قدام كل ضيوفه. قليل الادب. وبعدين نجيلها اكتر واكتر، ابتكر حفله تنكريه لكل المعازيم. وايه الجديد في كده؟ ما اعتقدش انه في حد عمل حفله زي اللي هو عاوز يعملها. عاوز الستات تلبس مومسات والرجاله قوادين. واعتذرتي طبعا؟ لا. ولما هو لا زعلانه ليه؟ كنت هعتذر لولا انه اهني اهانه تانيه اشد من الاولانيه. فضل يشرح في تفاصيل الحفله وفي الاخر بصلي وقال انت اختاري المومس اللي تعجبك والبسي لبسها. كل ده يحصل ولسه متمسكه بالمشروع؟ علشان انتقم لنفسي. وهتنتقمي ازاي؟ الحفله تتصور بكل اللي فيها وحضرتك تنشريها في المجله. وانا اللي كنت فاكراكي طيبه طلعت انا اللي طيبه. وانت بقى اللي هتصوري الحفله؟ لا، ما اقدرش انا اللي اصور، وفي اجراءات امنيه مشدده. بس انت لسه مسؤوله عن الحفله. ايوه. وممكن تساعدينا؟ كل اللي اقدر عليه هعمله. انا هدرس الموضوع كويس وافكر فيه، بس انا بقى اعمل كل ده مقابل ايه؟ دي مساله هنتفاهم فيها وانا تحت امرك. هو كده.
أنا بجد سعيدة بمعرفتك يا حبيبتي، نورتي المجلة. صباح الخير. أهلا يا عاطف، أعرفك الآنسة غادة الأمير، أشهر مصممة حفلات في مصر. تشرفنا. الأستاذ عاطف ربيع، الراجل التاني في المجلة. فرصة سعيدة. مع السلامة. وراي على المكتب. مالك كنت بتصورها بعينيك اللي يتدب فيها رصاصة؟ اصلها حلوة. حلوة ولا وحشة؟ دي بعيد عن شنبك وشنب اللي جابوك، انت بالنسبة لها كوم زبالة. في ناس بترضى بالزبالة. ولو بقينا نعرف نرد يا أستاذ عاطف. اسمع، تعرف راجل أعمال اسمه أدهم سليمان؟ لسه بدري عليا قبل ما أعرف رجال الأعمال. طب عاوزاك تسأل عنه وتعرف كل حاجة. انت مش عارفة؟ عارفة، بس مصر بتتغير كل يوم. ايوه مين؟ الله يكسفك، مش تستر نفسك وانت بتفتح الباب. معلش يا استاذ، اصلي كنت نايم. وانت بتنام عريان ولا معاك حد؟ لا انا لوحدي يا استاذ، وممكن تتاكدي بنفسك كمان. وايه ريحه الكمكمه والزناخه اللي ماليه الروف دي؟ ولا دي ريحه النسوان اللي ماما اللي بتسربهم من ورا ظهر البواب؟ انت كده دايما ظلمان يا رئيسه، واكبر دليل على ظلمك ليا ان الشقه ريحتها معفنه. اشمعنى يا ابن الحلواني؟ اصل لو كان في نسوان كانوا نضفوها. علي انا الكلام ده؟ وايه سبب الزياره المفاجاه دي؟ هيكون ايه غير الشديد القوي؟ سالت على الراجل؟ طبعا. وعرفت ايه؟ عرفت اللي حضرتك عارفاه، اللي بيغضب عليه بيرميه من فوق سطح عماره وفوق منه صبه اسمنت. وناس تانية بتقول انه عنده يخت في البحر الاحمر، اللي بيغضب عليه بيجرجره على هناك ويرميه في وسط الميه ومنه لسمك القرش. وعايزاني اصور بيت الدعاره اللي ناوي يعمله؟ لا انا اسف، لا ناوي ترمي من فوق سطح عماره، ولا انت ناويه تبقي جوه بطن سمكه قرش. احنا ملناش دعوه بيه ولا هنقرب. حلو قوي، يبقى كده الموضوع لاغي. لاغي ايه يا هبل؟ دي خبطة العمر اللي بيها نقدر نعمل الجورنال السياسي الاجتماعي اللي انا بحلم بيه. ازاي وانتي بتقولي ان احنا مش هنقربها؟ هو لا، لكن ضيوفه اه. دول سمك القرش اللي بيعوم بره الميه، اللي شبعوا من كتر اكل لحم البلد بنت المدعوسه دي. جميل، يبقى كده العمليه بيضه مقشره. لا، لانه جايب شركه امن، والدعاوي كانها طالعه من القصر البريطاني، ومستحيل دعوه تتسرب. لا افهم، هدخل ازاي؟ الاكل والشرب وطقم الخدمه والسيرفيس كله اتفق عليه مع فندق 5 نجوم. وبعدين انت هتكون واحد من طقم الخدمه. ازاي؟ ساعه الحظ بيخدم. مدير الاغذيه والمشروبات في الفندق ده انا اعرفه معرفه شخصيه، وصفحته مش بيضة، يعني هيقول لي تحت امرك، وهخليه يعلمك ويجيب لك لبس كمان. طب انتي مش بتقولي ان في تفتيش؟ اخش بالكاميرا ازاي؟ الكاميرا هتدخل قبل الحفله بيومين، وهتكون مخفيه في مكان انت بس اللي تعرفه، وبعد ما تخلص شغل هترجعها مكانها وتخرج فاضي زي ما دخلت فاضي يا جرسون. بلاد الايه؟ نسوان انما ايه؟ زي ما يكونوا كانوا مستنيينها فرصة عشان يطلعوا الكبت اللي جواهم. شكلهم على السرير ايه؟ تحفة. ادي اللي انت فالح فيه. انا عملت اللي عليا. شوفي انت هتعملي ايه؟ دول عاملين زي قفص الطماطم اللي عاوز فرز. لازم نرمي المفعصة والمضروبة واللي صابها العفن. احنا عاوزين التقال قوي. انت هتاخدي منهم فلوس ازاي؟ شغل مخك. لا انا شغل مخي في اي حاجة تخطر على بالك. الا دي الخطوه اللي جايه صعبه عليا، مستحيل. انت مش هتعمل حاجه. امال مين اللي هيعمل؟ واحد معرفه قديمه، صحفي من قبرص. المهم تكوني ماليه ايدك منه. طبعا ماليه ايدي، ما هو من النوع بتاعك، بس قبرصي وبيقبض كمان. بس انا افضل بعيد، ماليش دعوه.
عاوز اقول لك حاجه، ملك الغابه مش هو الاسد، ملك الغابه يا حبيب قلبي هو اللي بيصطاد الاسد، والجورنال اللي انا بحلم بيه هعمله. اطفي النور بقى عشان ورانا شغل كتير. مش عاوزه شقه واسعه. بقول لك ايه، هو الدور كام شقه ومساحته كام؟ اه جايز احتاج الدور كله، بس مش عاوزه حاجه في ادوار عاليه. يا راجل يا كهنه، مش انا لوحدي اللي نفسي اتقطع، ما تبص لنفسك الاول. خلينا في المهم، انا فلوسي جاهزه وعاوزه اعمل معاينه. ماشي، هستنى مكالمتك. مع السلامه. في ايه؟ موضوع الجورنال اتعرف وكذا حد سألني عليه. اللي يسألك قول له اه، هو احنا بنعمل تنظيم سري؟ احنا بنعمل جورنال. والناس عرفت ازاي؟ مفيش حاجة بتستخبى في الوسط بتاعنا ده، مفيش أكتر من عيون الحساد. واضح إن أنتِ ما قدرتيش تداري على شمعتك. شمعة إيه اللي أداري عليها؟ احنا هيبقى عندنا جورنال كبير، ودلوقتي أنا بجهز ومحتاجة محررين ومراسلين ورؤساء أقسام. عاطف، ده الوقت اللي لازم نكبر فيه، ولو فضلنا واقفين مكاننا هنتاكل. بقول لك ايه، انا جعانه ومخنوقه من المكتب، يلا نقوم ناكل. وانت طبعا هتبقي رئيسه التحرير ورئيسه مجلس الاداره. رئيسه مجلس الاداره اه، رئيسه التحرير لا. ليه لا؟ ما ينفعش رئيس التحرير جورنال سياسي، هيقولوا مالها ومال السياسة، وطول عمرها بتشتغل في الفن والفنانين والموضة والصالونات. أمال مين هيبقى رئيس التحرير؟ حضرتك. حضرتي إزاي يعني؟ ده أنا ميح في السياسة. كل اللي بيكتبوا في السياسة وكل اللي بيشتغلوا في السياسة زيك كده بالظبط، ويمكن أقل منك كمان. لا يمكن يا مدام، أنا لو كتبت في السياسة هنتفضح. نجيب لك حد يكتب من الباطن. آه زيك زي غيرك، وشوية شوية تتعلم تكتب إزاي. طب وليه السياسة؟ ما احنا ماشيين زي الفل. الزمن اللي جاي ده مش بتاع الحاجات الصغيرة، واحنا خلاص بطلنا نصطاد بسارية. بسارية؟ ده احنا مصطادين كل حتام مصر. برضو بسارية، احنا عاوزين نصطاد دولة. دولة؟ أيوة دولة. دولة تيجي تتبنى الجورنال وتموله، والجورنال يبقى لسان حالها. مفيش مانع يبقوا دولتين. يبقوا ثلاثة. وماله؟ انت جبتي كل الكلام ده منين؟ يعني خبرة، وأنا بنوتة صغيرة اشتغلت مع ديابة الصحافة وتعليبها، صاحبتهم وتعلمت منهم. واحنا بقى هنبقى جورنال معارض ولا مش معارض؟ نعارض مين يا هبل؟ ايه انت نبيت لطشك؟ معارضة كده من على الوش، معارضة زي بتاعة ضرب الحبيب، زغزغة. بقول لك ايه، انا دماغي تقلت. اطلب الحساب ويلا بينا، مش عاوزه ابقى زي الست شفاعات بتاعت شباب امراه. يلا متر. تعالى عندي ليك خبر هايل. اكيد مبيعات. زدنا قد ايه؟ حاجه اهم. مضيتي مع الوكاله الدوليه للاعلان؟ برضو اهم. هيبقى في اهم من كده يعني؟ مبروك يا استاذ عاطف. على ايه؟ انت الريس اختارك تسافر معاه على طيارته الاسبوع الجاي. بتتكلمي جد؟ هو انا عمري قلت حاجه وما طلعتش جد؟ أكيد بيقرأ مقالاتي. قصدك المقالات اللي بيكتبها غيرك يا أستاذ. كله من خيرك وتوجيهاتك. طب اسمع بقى التوجيهات الجديدة. كون إن الريس اختارك تسافر معاه مع رؤساء التحرير، فده معناه إنه مبسوط من الجورنال قبل ما يكون مبسوط منك. آه طبعًا طبعًا. المهم بقى شكلك على الطيارة. ما تلاقيش، هبقى أشيك واحد. لسه خايب. انت لازم تكون بسيط على قد ما تقدر في كلامك ولبسك، لانه اكيد هينكشك.
هو يحب ينكش اي حد جديد، ولو سالك عن حاجه ترد الرد اللي يرضيه هو، سامع؟ ولو سالت سؤال تسال السؤال اللي تحس ان هو عاوز يتساله، ويكون دمك خفيف يا عاطف. ويساعدك يا هناك لو قلت حاجه مضحكه وضحك، بس تكون لطيفه ومهذبه، سامع؟ انا مش عارف اودي جمايلك فين. لا عارف، بس بتستعبط. انت خريج اعلام مش كده؟ ايوه يا استاذه. وعاوز تتمرن عندنا؟ دي امنيتي يا استاذه. تعرف ان علاء السروجي اللي بعتك ليا ده كان اصلا تلميذي؟ ليا الشرف ابقى تلميذ حضرتك، كنت عارف مدرستك. امتى؟ النهارده الصبح. روحي انت. الو عاطف، التحويل الاخير بتاع ليبيا كان بكام؟ 750,000 جنيه. يعني انت سحبت 250,000 جنيه؟ مالك يا نجوى، في ايه؟ سحبت ولا ما سحبتش؟ ايوه. وليه ان شاء الله؟ وانا بسالك، بتسحبي فلوس من البنك بتسحبتيها ليه ولا ما سحبتيهاش؟ هو انت هتعمل راسك براسي؟ جرى ايه؟ نسيت نفسك ولا ايه يا استاذ عاطف؟ لمي لسانك عشان ممكن اقل ادبي وبهدلك. هي دي اخرتها يا عاطف يا ابن بتاع البسبوسه؟ ماشي، انا هلغي توقيعك من البنك، ومفيش مليم هيطلع من الجورنال ده بعد كده غير باذني. طب استاذن انا. هو انت لسه هنا؟ اقعد. قلت لي اسمك ايه؟ وليد يا استاذه. ابوك بيشتغل ايه؟ سواق قطر بس متوفي. شوف يا وليد، انت مستقبلك معايا مرهون بكفاءتك. هنبتدي بكره. متشكر، متشكر قوي. ان شاء الله اكون عند حسن ظن حضرتك. اما نشوف. أنا عاوزاك تنسى أي حاجة اتعلمتها في الصحافة. في مدرستي أنا لازم نبتدي من الأول وعلى بياض. حاضر يا فندم. أنا رايحة المهندسين، تعالى أوصلك معايا. شكرا. تعالى ما تتكسفش. شكرا يا عمش. براحتك.